السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. قبل أن أستقبل الاتصال الأول، أود أن أبشر المسلمين والمسلمات في كل مكان بأن لله جل وعلا جنودا يعملون لنصرة هذا الدين ولنشر هذه الدعوة ولنشر برامج قناة الرحمة المتخصصة في جميع أنواع العلوم الشرعية. أود أن أبشركم بأنه ما من مكان في الأرض كلها اليوم إلا ويستطيع إخواننا أن يتابعوا قناة الرحمة في التو واللحظة بالصوت والصورة. إيه رأيك في البشرة ديت؟ ها أقول تاني، بقول عندي لكم بشرة بفضل الله عز وجل، تحتاج منكم إلى دعاء مكثف لأهل الفضل والخير في هذه الأمة الميمونة المباركة. الآن قناة الرحمة بفضل الله جل وعلا بكل هذه المحاضرات والحلقات واللقاءات في جميع العلوم الشرعية يستطيع أي مسلم أن يراها على في أي مكان في الدنيا كلها، وذلك من خلال موقعين. الموقع الأول تأتي فيه الصورة مباشرة، صوت وصورة في التو واللحظة، وهو موقع ذويت الله، ذويت الله، الطريق إلى الله. هذا الموقع أسأل الله عز وجل لإخواننا الفضلاء القائمين عليه أن يباركهم وأن يزكيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وألا يحرمهم أجر كل كلمة يقولها عالم أو أخ من طلبة العلم على شاشة قناة الرحمة، إنه لذلك والقدر عليه. الموقع الآخر تأتي البرامج متأخرة نصف ساعة لكن بالصوت والصورة أيضا، وهو موقع فرسان السنة، وهو موقع فرسان السنة. أسأل الله أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. هذه بشرى بفضل الله، ويعني أرجو من إخواننا المزيد المزيد، يعني إذا استطاع إخواننا أن يضعوا برامج قناة الرحمة على 20 موقع، على 100 موقع، ليرى المسلمون والمسلمات في كل أنحاء الأرض، فأسأل الله ألا يحرمهم أجر الدعوة والدل على الخير كفاعله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، ولازلت أؤكد على إخواننا أن يدعموا القناة بكل ما تحتمله الكلمة من معنى، لأن إخوانكم بفضل الله تبارك وتعالى في حاجة إلى هذا الدعم بالدعاء وبالرسائل وبالاتصالات وبالملاحظات. يعني أنا أرحب بأي ملاحظة بناءة ولو كانت تنقد أمرا عندنا في القناة، أنا أرحب بها. يعني ما أجمل أن يكون النقد بناء وأن يكون النقد للإصلاح. أنا أرحب بكل ملاحظة للتسديد وللتصويب الخطأ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. سامحوني، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر يا شيخ محمد. الله أكبر. الله يبارك فيك. أنا بكلمك يا شيخ محمد. أهلا وسهلا. الله يعزك. آمين يا رب. الله يسترك. آمين. الله ينصرك. الله آمين. ينصر الإسلام. آمين يا رب. يا شيخ محمد، أنا في أزمة وفي ورطة، اللي هي ألم بي يا ربنا. يا رب أسأل الله أن يفرجك. أنا وجع علي ظلم نصب، واخد بال حضرتك، وأنا رب أسرة لسبع بنات. نعم. سبع بنات جميعهم بأمان بحق لا إله إلا الله، بيحفظوا القرآن. نعم. ومنقبات وعز جلال الله. ما شاء الله. زمان مش من النهارده. الله يسترهم. وضع عليها ظلم. أنا أضعف منه لغاية ما جلحتهم في الجنهم الثاني وحدي. ما امتلكش في الدنيا كلها غير بيتي وعرض للبيت. وفلوس ناس. اللي اتنصب عليا فيها فلوس ناس. نعم. وخدت مني واحد أردني فلسطيني على إنه هيجيب شغل سافر لهم وموضوع كده ما طيب. الله يبارك لك، يعني جزاك الله خيرا. أسأل أن يفرج كربك. ممكن حضرتك تكلمني بعد الحلقة لأنها مسألة خاصة جدا. الله يعزك. وأسأل أن يفرج كربك. الله يسترك. الله يسترك. أنا ما بنامش. جزاك الله خيرا. الله أسأل الله أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يستر بناتك. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا حبيبتي الشيخ؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. والله كان نفسي اكلم حضرتك من زمان. اهلا وسهلا. الف مبروك على قناة الرحمة. ربنا يبارك فيك. ربنا يجعلها رحمة لينا يا رب. امين امين. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا زوجي جالي مرتين، يعني انا نفسي اقولك انت طالق. نعم. جالي مرتين. ايوه. انا نفسي اقولك انت طالق. بيقول لك نفسي يقول لك انت طالق. اه نفسي، بس بقول في نفسي، انا بقول له بعدها اليمين وكده، قال لي ما هو في نفسي اشياء تمنعني، فاني مش هقول لك، انا نفسي، انا عايز. هو قال لي الكلام ده مرتين حضرتك. اه. وحضرتك برضو اليمين المعلق على شيء سواء وقع او مش وقع، دي يبقى يمين وقع. يعني هو مره قال لي ان يعني لو عملت الشيء، لو كنت قلت الامر ده تبقى طالق.
أي نعم. هل أن يكون قلت أو مش قلت أهل يمين ده يقع؟ طيب حاضر يا أختي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ ربنا يخليك، الأمر ده يهدد حياتنا والله، الآن دول ثلاث أيمان ومش عارفة يعني. يعني هو قال لك نفسي أقول لك أنت طالق مرتين، لكن ما قالش يعني. لا أنا نفسي أقول لك أنت طالق. ولم يعقل. أنا عايز أو أنا بدي كده يعني. ولكن لم يقل. لا أنا نفسي. ولم يعقد. ده يعني في بعض الشيخ قال له ده هو يقع، والشيوخ التانية قالوا له لا أو كده، فأنا مش. ولم يعقد النية على الطلاق. لا قال لي أنا مش نيتي خالص أطلق. لا أنا نفسي، أنا تمنعني أشياء كثيرة بس أنا بدي أقول أنا نفسي. طيب واليمين التاني معلق قال كم مرة؟ مرة واحدة. طيب. بس احنا اليمين ده من زمان خالص، فاحنا مش متذكرين هل هو كان يقع ولا لا، لانه كان في اول زواجنا وكده. طيب حاضر يا اختي. ربنا يخليك يا رب. الله يسترنا واياك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ مرحبا بك، اهلا وسهلا. ايوه يا شيخ. خفضوا صوت التلفزيون وكلميني على طول، الله يبارك فيك. الف مبروك على القناه. الله يبارك فيك. هات السؤال على طول. ايوه يا شيخ محمد. انا كنت بسال حضرتك على الحديث اللي بيقول اللي صلى 40 يوم في جماعه. طيب دون ان تفوت تكبيره الاحرام. ماشي. ايوه. ايه السؤال؟ ده للنساء يبقى ازاي؟ طيب حاضر. وبقول لحضرتك حاجة تانية معلش، انا عايزة حضرتك بس الساعة 9 دايما بيكون في برامج اللي هو فضفضة، كنا بنتابع حضرتك عليه على قناة الناس. ايوه. في الوقت ده بيبقى حضرتك موجود وفي شيخ تاني على قناة الناس، واحنا بنحب نتفرج على حضرتك وعليهم، فبنبقى محتارين. يا ريت حضرتك بس الميعاد بقى توفقه غير الساعة 9. والله دي صعبة جدا، وكل قناة يعني بتعرض يعني زي ما بيقولوا اجود ما عندها في هذا الوقت، لانه وقت ذروة، لكن ممكن تتابع في اوقات الاعادة، واوقات الاعادة مختلفة. طيب أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يسترنا لك في الدنيا آخر. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة لو سمحت يا شيخ. نعم. هو أنا عندي سؤال كده، في أخت منتقبة سمعت أنها حصل لها حادثة اعتداء، فهل ممكن يكون الابتلاء في العرض؟ طيب حاضر يا أختي. يعني أنا حاسة أنها صعبة قوي يعني. حاضر حاضر. وفي حاجة تانية، في من منكر النقاب بينكروا النقاب بقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فازاي نرفع التعارض بين ده وبين قوله تعالى وليدين عليهن من جلابيبهن؟ طيب حاضر. وفي موضوع ثالث مش هقدر اقوله على الهواء، ممكن اكلم حضرتك بعد الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. سعادتك مبروك عليك قناة الرحمة. ربنا يبارك فيك. يا ربنا يعزك كده يا رب، وتكون رحمة على العالمين كله يا رب. آمين آمين. الله يبارك لك يا رب ويديك الصحة والعافية. آمين آمين. يعني أنا كنت مع حضرتك في المحاضرة الوقت، واستمتعت بالكلام الجميل. ربنا يبارك فيك. ومنتظرة يعني إن احنا بأمر الله كده يدينا رب إن شاء الله الحلقة الجاية في البسملة وبقية إن شاء الله المحاضرة يا رب. الله يبارك لك ويعزك. آمين. آمين يا رب. ويكرمك بقناة الرحمة يا رب ويبارك فيها. ومبروك عليك اللي هو الإنترنت والموقع الجميل جدا. آمين. ربنا يبارك فيك. وربنا يعزها وينشرها في جميع أنحاء العالم يا رب. آمين آمين آمين. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا رب. انا بس خير. حبيت ان انا اسمع صوتك واكلمك واقول لك الف مبروك وربنا يديك الصحه ويكفيك كل شر ويديك الصحه ويبارك لك في كل علمك يا رب. شاكرين. ربنا يرفع قدرك ويجزيك عنا خير الجزاء. يا رب يبارك لك. شاكرين على الاتصال العزيز ده. طيب نستقبل اتصالا اخيرا لاجيب على سؤال او سؤالين فقط. انا احب اسمعك والله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوك في الله محي الدين حسين من حلوان. مرحبا بك اخي محي. نفسي اقبل يدك ورأسك. اعزك الله. ربنا يرفع قدرك. اقسم لك بالله من عشرات السنين. الله يحفظكم. وانا نفسي اقبل رأسك ويدك. الله يسترك في الدنيا والاخره. الله على ما اقول شهيد. الله يسترك في الدنيا والاخره. لان حضرتك انا كنت بحضر ليك في مسجد الصلب. أيوة. ومسجد الهادي. نعم. في حلوان عندنا هنا. صحيح صحيح. وحضرت في مسجد التوحيد خلف حضرتك برضو اللي هو الشيخ فوز السعيد. نعم. ومسجد الزيتون. نعم. يعني انا كنت بس اورى حضرتك باي وسيله ونفسي اقبل يدك ورا. عزك الله. ربنا يرفع الله على ما اقول شهيد. جزاك الله خيرا. وجاتني فرصه ان انا يعني اقبل يدك وراسك
في عقد قران بنت الشيخ محمد حسين يعقوب في بلاء. الله يبارك فيكم. انا متذكر يعني كان يوم جمعه. جزاك الله خير. انا بالنسبه لظروفي اني رجل يعني كفيف البصر ما شاء الله، فما يعني ما ملكتش حد يساعدني او انا اوصل لحضرتك وبصيرتك ان شاء الله. الله يكرمك، ربنا يجازيك خير ويجعله في ميزان حسناتك. امين يا رب. والف مبروك على القناه، انها قناه مباركه بكلها ببركاتكم ودعواتكم معنا ان شاء الله. اسال الله ان ينير بصرك وبصيرتك. لي من دعاء حسن الخاتمه. حاضر، ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك اخ محي، ونسال الله ان يحيي قلبك وقلوبنا جميعا بالايمان. سامحوني يعني اخواني واخواتي، لكن اود فقط ان اجيب على سؤالين اثنين الليله من الاسئله. اجيب على سؤال جاءنا عبر الرسائل الاس ام اس، واجيب على سؤال اختنا الفاضله التي اتصلت تبحث وتسأل عن مسألة الطلاق، ويعني قد يتعرض بيتها لشيء من الخراب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا بالسعادة والمودة والرحمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما بالنسبة لمسألتها الأولى، تقول بأن زوجها بيقول لها نفس أطلقك بس في أمور منعاني، إننا أرجو الله عز وجل ألا يقع هذا اليمين، أرجو الله ألا يقع هذا اليمين، لأن الطلاق لابد من أن تعقد فيه النية، لابد من أن تنعقد فيه النية، يعني ليس مجرد لفظة كده لا إطلاقا، لابد أن يعقد الإنسان النية على التطليق وأن يتلفظ بذلك، بذلك يقع اليمين، ثم يكون اليمين مباشرا أو منجزا أو منجزة، بمعنى أن يقول الرجل المراتي أنت طالق، وهو يعقد النية على تطليقها، فحينئذ يقع اليمين. فأرجو الله عز وجل ألا يقع هذا اليمين الأول أو الثاني ولا شيء فيهما بإذن الله تعالى، ثم أحذر الزوجة من استخدام هذه الألفاظ في أي موقف من المواقف أو حال من الأحوال، لأن الله عز وجل ما شرع الطلاق من أجل ذلك، وإنما شرع الطلاق من أجل في حالة استحالة العشرة والحياة بين الرجل وامرأته، أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، وأن يمسكها بمعروف أو أن يسرحها بإحسان كما قال ربنا جل وعلا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما اليمين المعلق الشرطي الذي سألت عنه أختنا أيضا، قال لا زوجة إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا اليمين واقع عند الجمهور إن وقع الشرط الذي علق عليه اليمين، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما قد خالفوا الجمهور وقالوا اعتبروا النية في اليمين المعلق وليس في اليمين المباشر، أرجو أن يكون ذلك واضحا، اعتبروا النية في اليمين المعلق الشرطي، واليمين المعلق الشرط واليمين المعلق على شرط، إذا وقع الشرط وقع اليمين، لكنهم قالوا النية في اليمين المعلق وليست في اليمين المباشر معتبرة، بمعنى لو كان الرجل يقصد الطلاق وقد عقد النية على ذلك يقع اليمين إذا وقع الشرط الذي علق عليه اليمين، أما إن كان يتلفظ بهذه اللفظة أنت طالق أو حتكون طالق إن فعلت كذا، فحينئذ يقولون إن كان أقصد التهديد أو الوعيدة فيكفر عن يمينه، هذا كفارة اليمين، بمعنى أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم أو أن يصوم 3 أيام إن عجز عن الإطعام أو كسوة هؤلاء المساكين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. أجيب على سؤال آخر وهو مهم جدا، جاءت رسالة عبر الاس ام اس من أخت استحلفت الإخوة بالله أن يعني يوصلوا الرسالة إلي، والرسالة باختصار أخت تبلغ من العمر 25 عاما، تقدم لها أخ وهو يعني من أهل القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتوسمت فيه الخير واستخارت الله عز وجل، المهم تزوجت منه، فما أنها يعني هذه أول زوجة، ثم بعد ذلك اكتشفت أنها الزوجة الرابعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم أن الأخت جزاها الله خيرا قبلت حتى ذلك وتطلب منه فقط أن ينفق عليها، فأبى ولا حول ولا قوة إلا بالله، فطلبت منه أن يطلقها بمعروف وأن يعطيها حقها الشرعي فأبى، وطلبت منه أن يرجع إليها ويعيش معها في القاهرة كما كانوا من قبل وسترضى بالأمر الواقع فأبى. أمر عجب يا أخي. أذكرك بالله تبارك وتعالى، أذكرك بالله، اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل، أنت كذبت عليها، كذبت، وهذه صفة ولا حول ولا قوة إلا بالله ليست من صفات المؤمنين، ولا أريد أن أقول الكلمة الأخرى. ثم الأخت جزاها الله خيرا قبلت منك أن تكون زوجة رابعة بعد كذبك عليها،
ومع ذلك تأبى أن تنفق عليها، وهذا حق من حقوقها الشرعية على قدر استطاعتك، كيف لا تنفق عليها وهي زوجة وأنت مسؤول عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى؟ وهذا حق من أوجب الحقوق عليك، من أوجب الحقوق عليك. ثم أذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. اعلم بأن خصمك دونها يوم القيامة هو المصطفى. هل تقدر على ذلك؟ هل تقدر على ذلك يا أخي؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، والله لا عذر لك إن لقيت الله عز وجل وأنت ظالم لهذه المسكينة أو لغيرها من النساء أو الرجال. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرة، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والله لن يفلح ظالم قط، لا سيما إذا كان ظلمك لامرأتك ولزوجتك، اتق الله فيها. فإن أردت أن تطلقها فطلقها، لكن بإحسان، سرحها بإحسان، أعطها حقها وأنفق عليها على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك. لا يلزمك أهلها بنفقة معينة، لكن على قدر تقواك لربك سبحانه وتعالى أعطها وأنفق عليها وسرحها صراحا تسريحا جميلة. أما أن تمسكها وأن تذرها كالمعلقة وأن لا تنفق عليها وأن تأبى أن تطلقها، وهذا ظلم، هذا ظلم. وأحذرك من عاقبة الظلم، أحذرك من عاقبة الظلم في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم والعقوق. فالظالم سيعاقب بظلمه في الدنيا قبل الآخرة حتما، وكذلك العاق لوالديه سيعاقب بعقوقه لوالديه في الدنيا قبل الآخرة. كلمات كثيرة، لكن إن كنت تتقي الله وإن كنت ممن يسمع عن رسول الله، فأنا أحذرك بآية من كتاب الله وبحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت إليه، سمعت إلى الآية أنفا واستمعت إلى الحديث أنفا. أحذرك، استوصوا بالنساء خير، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الله الله أخي الكريم، في هذه الزوجة اتق الله وتب إلى الله وعد إليها، إما أن تنفق عليها وأن تعاملها معاملة كريمة ترضي الله عز وجل وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرك، وإما أن تسرحها سراحا جميلة وأن تمتعها على قدر استطاعتك، وإلا فعاقبة الظلم وخيمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انتهى الوقت، ولا أريد أن أخالف تأصيلا لاحترام الوقت في قناة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأود أن أذكر إخواني وأخواتي وأن يرسلوا رسائل إلى كل من يعرفون أن حلقة الفتاوى غدا بإذن الله تعالى ستكون كاملة عن شرح مناسك الحج بالتفصيل. أكرر وأرجو من كل أخ وأخت تستمع إليه الآن أن يرسل على الأقل 10 رسائل أو 20 رسالة لله تعالى لكل من يعرف من إخواني وأخواته. هذه أمانة، هذه أمانة. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم أهلا للأمانة. أرسلوا لكل إخوانكم وأخواتكم ليتابعونا غدا إن شاء الله تعالى في برنامج فتاوى الرحمة ابتداء من الساعة 7:45 بإذن الله عز وجل، وستكون الحلقة غدا كاملة بإذن الله لشرح مناسك الحج والعمرة بالتفصيل، وسأدع فرصة بعد ذلك للأسئلة في هذا الموضوع. أرجو أن تكون الأسئلة غدا في موضوع الحج والعمرة ليستفيد إخواننا وأخواتنا من حجاج بيت الله الحرام، وسأشرح الأمر بالتفصيل وبالتيسير، وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم من حج بيت الحرام وزيارة مسجد حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.